السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الانتهاء من بناء هذا المنزل لواء الأخوة النازحين الذين هجروا من ديارهم على نفقة عبد الرب، وسنوفيكم التفاصيل عند الانتهاء من البناء كامل وإسكان الإخوان النازحين. جزاكم الله عنا كل خير. والله نحن من ريف سراقب، من ضيعة حد سراقب المعدبسي، ونزحنا أول شيء على يعني كثير نزحنا ضيع، بعدين جينا لهو، والحمد لله يعني هون مطرح كويس، وإن شاء الله يكون إنه مدعوم، ونحن نشكر عبد الرب والله يعطيه العافية والله يجزاه الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الانتهاء من بناء هذا المنزل لإيواء الأخوة النازحين الذين هجروا من ديارهم على رفقة عثمان حسين، وسنوفيكم بالتفاصيل عند انتهاء واستقبال الأخوة النازحين. جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن تهجرنا من ريف المعرة الشرقي وجينا لهون المنطقة. أول شيء سكننا بالخيام، طبعا كان سكن الخيام صعب جدا. الحمد لله سلمونا المنظمة، سلمونا هذا البيت مليس ومعدس وأموره جيدة، يعني أفضل من الخيمة بكثير، والله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. ونحن نشكر الأخ الداعم عثمان حسين اللي قدم هالدعم للمخيم هذا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم بعون الله تعالى بناء بيت رقم 25 من قبل المتبرع أكرم حق أند فاميلي بستون لواء الناس العوائل المهجرة منه، جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم. نحن أحد النازحين من حلب، اسمي هدى المحمد. نحن تهجرنا من ريف حلب الغربي بسبب القصف والهجمات الشرسة على المناطق، وكنا قاعدين بخيمة، يعني كنا كتير قراب على بعض، يعني الوضع كتير صعب، الحيطان يعني خيم والأرض تراب، يعني معاناة كتير صعبة، والحمد لله جينا لهون الوضع أحسن. في فرق كتير كبير، يعني هون إنه المنافع جوات البيت، هنيك إنه المنافع خارجية، الأرض تراب هنيك، هون يعني الحمد لله إنه بيت، يعني غرفتين من مكون من المنافع كمان. بنشكر أكرم حق وعائلة بريستون، والله يجزيهم الخير ويكتر من أمثالهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الانتهاء من بناء هذا المنزل لواء الأخوة النازحين الذين هجروا من ديارهم على نفقة عبد الرب، وسنوفيكم التفاصيل عند الانتهاء من البناء كامل وإسكان الإخوان النازحين. جزاكم الله عنا كل خير. والله نحن من ريف سراقب، من ضيعة حد سراقب المعدبسي، ونزحنا أول شيء على يعني كثير نزحنا ضيع، بعدين جينا لهو، والحمد لله يعني هون مطرح كويس، وإن شاء الله يكون إنه مدعوم، ونحن نشكر عبد الرب والله يعطيه العافية والله يجزاه الخير إن شاء الله.